من راب كلمة عش مفهوم ناحية الغاز مصدقي تجا ومازال مسموم ناس تلوم تقول مهوس بلاتي وغيجو كومبلو برشا ما تفهمش اللي نحكي فيه وتشوفو فلو هذا ميساج ادريسيل مون بوبليك لي حفوني فسر لا سيتياسيون بوليتيك L'équation n'est pas encore résolue Psycho M a un douche et la vérité absolue On est foutu Avec elle il me t'aquête me nous sûr Khalini n'abber mais l'aqbel ma yarja à censure J'en ai juste n'aim l'analyse de la situation C'est un peu qu'un râle de face à la chanson Bref, les pyramides, les lieux m'yarkom fait le monde L'espionnage ou les artillites d'abord par seconde La théorie du complot, ben espélique les gens Ben l'espère bouge, râle on n'est pas sur la même longueur d'onde Le monde تحكم فيه اليوم الإيكونومي برشا منظمات على راسهم تروى فامي روتشيلد روكفيلر ولا فامي مورغان تخطيط في الكواليس ديما بعقيدة الشيطان ما تفهمنيش وتشوف كلامي بيزار كان ما تعرفش اش يعمل بين الريفي مع الثوار كان تصدق الأخبار وتمن كلام الجرايد ما تكملش تسمع لا شونسون قص خاطر زايد قبل ما تقولي عملنا ثورة ارجع لليستوغيك امشي لوج وقرا قبل ما تعمل كريتيك قولي شكون اللي سبب في الثورة الفرنسية وشكون اللي شعل نار الثورة الشيوعية قبل ما تقولي ديمقراطية ولغة السياسة قولي منين جا وشكون وعلاش ما شدوش القناصة قبل ما تقولي يحيى الدين يحيى الإخوان المسلمين قولي علاش حماط تشبالي يعنق جون ماكين ولينا كيما الاحجار على رقعة الشطرنج اليهود تخطط والشعب المسلم مازال مبلج خواتنا قاعدة تموت في فلسطين والعراق واحنا ناخذوا في المسلسلات ودينا تاع لافاك السياسة ولات لعبة فضحها كيما سيرك طيح دولة الخلافة وحط كمال اتاتشول ناحي الدين ونشر العلمانية تخطيط يشمل كامل البلاد الإسلامية كيف كيف جابوا الكيبة في تونس حارب الدين حتى تعرف لا ديكتاتور سقسي اليوسفيين الإنجازات شجع سياسة التقسيم سكر جامع الزيتون وبدل منهج التعليم عرّد مرأة ومن رأسها نحى الخمار وانشر الحرية تاع الفساد تاع الإبار كيف العجلة بدأت تدور تاع علمانية الدستور فطر لعبة في رمضان وفي طاهر بن عاشور اصنع عشمين بنفخه الريح من برا مسلمين ومن داخل كيما المسيح الأمة تصيح الإسلام مات ولا مازال ما عادش مكة القبلة تاع تونس ولا تدوري فات حكيت لك على التاريخ والخفايا بالتفصيل باش تقدر تفهم في تونس اليوم شنو يصير مجتمع مسلم بلا سنة بلا كتاب باش تفهم علاش راني عطيتك الأسباب نكمل نحكي لك ونمشي بازا با على تونس تعبان عليلي تبلاد بعد الكوديتا مشى عميل زاد جانا عميل جانا بريزيدون اسبيون تاع اسرائيل للحكومة كانت ديكار مخبي برشا فساد من تالي في الكواليس الموساد يسير البلاد استخبارات طوب ليفو كل شي كازو كونترول تحل فمك يا بحثوث الداخلية في السوسال حرب على القرآن على اللحية والحجاب المحجبة ما تدخلش الفاكي ترضوها من الباب تتبعات وتعذيب في السجون استخبارات تعس على الدار والكنترول التليفون فسلات الصبح اعتقال المصلين قداش من واحد مظلوم مرجعش لدار وتوسمين في الاطيلة يقولوا حرية في الواقع تلقى التعذيب على بعض ويهزوا في المركز من بعض ضرب يجيب الميديا كونتروليح كل كلمة بالحساب مفتي جمهورية كيف مسيلم الكذاب الحقيقة ما تتعداش كلي مونسونج في الاخبار الدين كان في الدار الاسلام ديكور معارضة ترفع في الشعارات تحت الطاولة في الكواليس تخوف في الباكوات برشا دوسيات برشا مشاكل وخنان برشا شراب خيانة وسيكس معارضة العفن كعبتين بحكم في البلاد بخيزيطان من قدام وراح كم شافوا الساد فلوس بوفوار نهبس الخهورة تحل فمك تلقى لابوليس تستنى فيك في الدورة تعمل مشروع على فمي تقسم معاك دخولات تبدل معاك لغة الماتراك لامبورغيني سهريات الكالو دي زوتيل والشعب قعد جيعان ياكل من البوبال دخل الموبقات دخل السطلة بالكيلو رادار ما يمشيش الحاكم قولي فينو الحاكم مطبس راسو كي الكلب كتقولو ولد الشعب غادي وين يتفكر الضعر الشعب فات من ظلم فات من استبداد الالاف خرجت للشارع شنعت البلاد ألف مبروك ثورة على الفيسبوك الشعب فرح في بالو ما عادش باش يمشي عالشوك نحي الزين بدل لي بلون عمل فيزيون بين لا ديموكراسي لا غوليجيون حط سيستيم بوليتيك يحكم بالدين في البوفوار ديديكاس للام اي فايف وسكوتلانديا فيليسيتاسيون اليوم تونس جديدة تونس الاسلامي اسلام بلا عقيدة اسلام ما يطبقش اسلام يقعد كان في القلب اسلام جديد صونع في الغرب من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية اسلام جديد برعاية امريكية العلمانية عمرها ما كانت عرض الدين دي كاس هيلاري كليدون وجون ماكين
ما تخافش سيستم مكالي بالفتاوي دي دي كاس القطر والشيخ القرضاوي عباد تفتي ومداري عباد تمول يا تونس مبروك عليك العهد الجديد تاع التحول فريق اول انت على الجيش رشيد عمار يدعم الحكومة من تالي برشا أسرار كيفاش شد بلاصك تقلب التليكوبتر مع شكون يتقابل وشكون اللي يسير الميليتير دوسي القناصة والشهداء مطيش اتفاق بين الحكومة والجيش تحب تلوج وتغرق في السوسال او تلقى المفتاح في قضية شيخ شارنيكول الميديا ما تحكيش تلمو في دونجوغور حتى الميديا هاي امبليكي في الجو مش كل شي في البلاد هوني تصوروا الكاميرا اعلام عنده اهداف عنده ديزا جندا يركز على دي بوان يخليك يبنوتيزي ذكا علاش السلفية اللي مولت ميديا تيزي تشتد ومشاكل تكفيلو ديزا طندا اكبر فرقة في الخيم السياح تخدم بيهم وتحركهم شيوخ دو بلاشونس تخبارات ما تخبي تحت ماسك لا غوليجيون مش الكل بياسيون السلفية فيها اسود اما فيها برشا عملاء تخدم لليهود هذاك علاش ما لازمش يصدق كل شيء يتشاف بين الظاهر والباطن فما برشا اختلاف بين الحاضر والماضي فما برشا تغيرات اليوم الماضي والحاضر تشبههم نفس التخطيطات حتى التجمع اليوم رجع بقوة مادام الحكومة بعدت على منهج النبوة سبسي وليزاخسي ديستي عيدوا لداع تونس بلعوا البلاد في ملحوت بلع سيد زيونس العباد نسات الماضي تلهد كان باللي قدام نسات الباجي قايد السبسي صبط ظلام ما فماش محاسبات لا عدالة لا قضية كونتخيغ التجمع رجع للحياة السياسية غرق البلاد في القروض والديون اليوم رجع مع التجمع جايب مشروع سخون خاين في الميديا صوروهون ان سوفور ها ورجع بعقلية بورغيبا على ديكتاتور الكواليس البلاد تعباد دي كومبلو كيما الاخطبوط الخيوط تكون لي ريزو الاتحاد العام للشغل والنقابات رؤوس الاموال رجال الاعمال والشركات جمعيات علمانية تنادي تونس حرة الفكر والتخطيط والتمويل الكل من برا الكفر والفساد ولا حرية شخصية هذايا كله متخبي تحت ماسك الديمقراطية جددت عليك عنا حكومة اليوم تحكم مرجع تاني للتاريخ وحل لوحدك تو تفهم ريوس تبدل من قدام ومن تاني لامامي كيف تبقى من بعد تخين يبقاو الإمام بخفيف جددت عليك كذبة فقه التدرج باش تعمل دولة إسلامية وإسرائيل تتفرج اليوم السياسة تضحك الكوميك من قدام ديكور من تاني مافيا بوليتيك